الو الو كتسمعني خويا؟ دابا حنا كنتواجدوا في عين المكان بالضبط في الاجواء ديال امتحانات اصحاب الباك. كيف ما كتشوف الناس كيبكي والناس كيسخفوا والناس كينتاحوا. حنا دابا غادي نشوفوا هذيك البنت اللي هي جالسه كتبكي، يمكن ما خدمات حتى حاجه. مهم هز الكاميرا واجي معايا. السلام عليكم، تقدري تقول لنا اختي مالكي كتبكي من الصباح؟ واش ما خدمتيش مزيان؟ انا خدمت كلشي، بقى لي واحد السؤال في نص نقطه. يلا يلا جي تعال نخدموا في علاه ويتصوني الساعه. مسكينه قطعت لي في قلبي، مسكينه خدمت كلشي، بقى لي هذاك السؤال اللي في نص نقطه ما خدماتوش. كيف ما كتشوفوا الاجواء مازمه بزاف، هانتوما كتشوفوا الحاله ديال هاد البنت مسكينه. ياه هذيك الدري ما عادش ماله فرحان، هذاك غيكون خدم كلشي. هزت الكاميرا واجي معايا صاحبي. ايه واي خويا، انا كنت عادايز من هنا، هما يقولوا لي دخل دوز الباك، دخل دوز. انا نسيت عندي اليوم الباك، ولكن اخويا الاجواء داسيه، هذيك كانت الثلج كيطيح والشمس خايط من السماء والدراري لاعبين كره في الماء. خشيت ديك الدجاجه فران خرجتها لقيت لحمها فتي، مشيت للمصبانه باش نجيب كيلو ديال الدجاج، صدقت غادي عند القزاق جبت دوك التكاس اللي قالت لي الوالده. ولكن اخويا ها انت كتشوفتي كتعيا كتبقى تقول شوف بنادم كيفاش عايش، ولكن هذا العام كان هو هذاك الشيء، كانت الخضره هي هذيك، كان داك الشيء في المتناول. خويا علاش سولتيني على الباك؟ اه ها هو صاحبي حميد يقدر يكون عارف. حميد اجي الباك فين كيسكن؟ اجي ها هو جاي هو جاي. خويا كتسولني على الباك ياك؟ خويا الاجواء داسيه هذيك، داكشي مزيان. انا معايا الله دخلت بحال هكا مع غمضت عيني نتفكر واحد الجواب كنت نسيتو، وانا نحلها لقيتها صونات. ما عرفتش انا حتى كيفاش داز الوقت، درت عا بحال هكا. تصور معايا درت عا بحال هكا. صاحبي صاحبي سبحان الله، مالو هذا مالو؟ شوف شوف بلا ما تعذب راسك، اه دابا غمض عينها باش يجاوبك على شي حاجه. صدق دابا نعس، هذا ما يفيقش، دابا خصو ثلاثه السوايع عاد يعاود يديماري من جديد. واي ايه صاحبي ايه، تقدر تقول لنا علاش فرحان؟ باينه وقيله خدمتي كلشي. خويا انا فرحان بزاف، غنقول لك علاش، حتى جاوبت على كلشي. ما تحطات قدامي الورقه، كتبت سميتي وكنيتي، جاوبت على واحد السؤال فيه نص نقطه، وانا نعس. Way!